التعليم لطلاب المدارس. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن المستفيدين من الدروس الخصوصية هم من يهاجمون المناهج والتطوير بالمنظومة التعليمية. وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد أن الوزارة بتقدم المناهج والدروس التي تقدم في التعليم الدولي اللي ب1000 جنيه واللي ب100 ألف جنيه مجانا. وأوضح وزير التربية والتعليم أن الدولة لا تتحمل أن يكون هناك أجيالا كبيرة لم تستفيد من العملية التعليمية، مشيرا إلى أن عملية التطعيم ضد كورونا بتسير بشكل جيد، مؤكدا أنه تم تطعيم أكثر من 95% من المعلمين بجرعة أو جرعتين.